وعليك باتباع الوحيين الكتاب والسنة واتباع سلف الأمة. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ حفظكم الله، هل المراد بقول الإمام استووا واعتدلوا يعني استقامة الصف واعتداله، أم أنه متضمن لسد الفروجات والإصاق القدم بالقدم والمنكب بالمنكب؟ وما صحة الحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لتسوون بين صفوفكم أو لا يخالف صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم، الله بين قلوبكم هذه وجوهكم. بين وجوهكم هذه المسألة أصبحت بين تفريط وإفراط، نرجو التوضيح والله يحفظكم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا يجب أن نعلم أن على الإمام مسؤولية وهي تسوية الصفوف، عليه أن يسوي الصفوف بأمر الناس بذلك، وإذا لم يمتثلوا تقدم هو بنفسه إلى من تأخر عن الصف أو تقدم ليعدله، لأن نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يسوي الصفوف كأنما يسوي بها القداح، وكان يمر بالصف يمسح المناكب والصدور ويأمرهم بالاستواء، ولا أدري هل الناس يعملون هذا اليوم أم لا. الجواب لا، بل لو يرى الناس إماما يفعل هذا لصاحوا به، ولكن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع. المهم أن على الإمام أن يعتني بتسوية الصفوف، فيلتفت يمينا ويستقبل الناس بوجهه، ويلتفت يسارا ويقول سووا صفوفكم، لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، تراصوا سدوا الخلل، كل هذه الكلمات وردت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. خرج يوم من الأيام بعد أن عقل الناس عنه تسوية الصفوف وصاروا يسوونها، فرأى رجلا باديا صدره يعني متقدما بعض الشيء، فقال عباد الله لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وعيد ومخالفة الله بين الوجوه قيل فيها معنى يعني. إما أن الله يدير وجه الإنسان يكون وجهه إلى كتفه والعياذ بالله، وإما أن المراد ليخالفن الله بين وجهات نظركم فتفترق القلوب وتختلف، لقوله لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وأيا كان، سواء لي الرقبة حتى يكون الوجه إلى الجانب إلى جانب البدن، أو أن المراد اختلاف القلوب، كلها وعيد شديد. وهذا يدل على أنه يجب على الإمام أن يعنى بتسوية الصف، لكن لو التفت ووجد الصف مستقيما بالتراص والتساوي في المكان، هل يقول استووا أو لا يقول؟ الظاهر لي أنه لا يقول، يعني مثلا لو كان وراءه رجلان فقط التفت وإذا هما متساويان ومتراصان وعلى الوجه المطلوب، فلا حاجة أن يقول استووا، لأن هذه كلمة لها معناها، ليست كلمة عابرة، لها معناها. الإمام إذا قال استووا ورآهم لم يستووا يجب أن يعيد القول، وأن لا يكبر إلا وقد استوت الصفوف. ألم تعلموا أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وكذلك عثمان لما كثر الناس
جعل وكيلا يمر بالصفوف يسويها حتى إذا جاء وقال إنها استوت كبر. وكل هذا يدل على عناية الشرع بتسوية الصف. نعم، يساق القدم بالقدم والمنكب بالمنكب لأمرين: الأمر الأول التسوية، والأمر الثاني سد الفرج والخلل. لأنك إذا فتحت بينك وبين صاحبك فرجة جاءت الشياطين ودخلت مع هذه الفرج ولبست على الناس صلاتهم.